رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة تحقيق منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات إنجازا متميزا في البطولة العربية لاختراق الضاحية والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما تألقت عداءات البحرين في سباق السيدات. وأكد سموه أن هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للحركة الرياضية والشبابية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص، وما تحظى به أم الألعاب من رعاية واهتمام متواصلين ساهما في تبوء المملكة مكانة مرموقة على جميع الأصعدة لتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات بخطى ثابتة. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما حققه عداء المملكة في الاستحقاق العربي وما قدموه من مستويات بارزة أهلتهم لصعود منصات التتويج وحصد المراكز الأولى ليثبتوا علو كعبهم وما يتميزون به من قدرات وإمكانيات عالية تفوقوا من خلالها على نخبة من عدائي الدول العربية المشاركة. وأضاف سموه تواصل ألعاب القوى مسيرتها الرياضية بنجاح ليسطر أبطالها الإنجازات ويكسبوا التحديات واضعين نصب عينهم رفع علم مملكة البحرين عاليا ليشرفوا الوطن ويكونوا خير سفراء لبلدهم في البطولة التي تمثل باكورة مشاركاتنا الرسمية لهذا العام 2019 والتي تبعث على التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات القادمة. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما أظهره الأبطال والبطلات من روح التحدي والمثابرة والإصرار على تحقيق ذلك الإنجاز الذي أثبت مجددا قوة عدائينا وإمكانياتهم الرائعة في سباق اختراق الضاحية وما يؤكد جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها بطولة العالم لاختراق الضاحية وقدرتهم على المضي قدما نحو تشريف المملكة. وأضاف سموه أن الإنجاز سيدفع مجلس إدارة الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم والرعاية للعدائين والعداءات لمواصلة مسيرة النجاحات المتميزة للرياضة البحرينية، مبديا سموه اعتزازه باستمرار تحقيق الإنجازات النوعية والتي تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في سبيل إعلان شأن المملكة ورفع رايتها خفاقة في المحافل الخارجية.